متتبعي قناة شوف تيفي وسهلا مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة تطوان وبالضبط طريق الرابطة بين تطوان شفشاون منطقة بن قريش. معايا الحجار بن قريش في طريق الرابطة بين تطوان شفشاون. كاين مجموعة ديال النساء القرويات الجبلية هنا كيبيعوا هذه المواد الطبيعية بيو كما كتشوفوا إضافة إلى الخبز الطبيعي طبعا. هنا كاين الباربا كاين الجزر جعداء يعني القزبور المعدنوس البصل مجموعة طبيعية متتبعينا. طبعا في زمن كورونا للاسف ان هاد النساء هادو درتنا معاهم قبل لحظات قالوا انهم كانوا كيطلعوا لتطوان كيبيعوا هادشي في تطوان، لكن بعد ما تم اغلاق التنقل بين المناطق وبين المدن متتبعينا في هذا المشكل ديال كورونا للاسف تعيشوا الامرين الان هنا مشاكل بالجمله رغم انهم تحت الشمس يعني ومسائل يعني طبيعيه. غادي ندردشوا معاهم متتبعين قناه شوف تيفي ونشوفوا شنو هو المعاناه. اذا كما قلنا لكم من جديد عدنا لكم متتبعينا هنا كنتواجدوا في طريق الرابطه بين تطوان شفشاون في منطقه بن قريش. هنا كاين النساء الجبليات القرويات عندهم هذه المواد الطبيعيه الغذائيه طبعا. يا سلام كما كتشوفوا الباربا هنا والربيع والخبز والنعناع. غادي ندردشوا معاهم ونشوفوا شنو هو المعاناه ديالهم في هذا زمن كورونا متتبعينا. غادي نشوفوا مع اول سيده اللي كتبيع الخبز هنا غادي ندردشوا معها. السلام عليكم، قول لي اختي شنو عيخلي انا شد لك الميكرو ماشي مشكل، قول لي شنو كتبيعوا انتم؟ انا كنبيعوا الخبز كنبيعوا الباربا كنبيعوا اي خضره والحق كلشي بالغرسه ديالنا. والخبز كنا كنبيعوها في الاول مزيان كنهبطوا الخبز غير بوك كنبيعوها كنا عايشين مزيان. دابا ملي كنخا كنهبطوها. فين كنتوا كتبيعوها؟ هنايا. ودابا واخا كنهبطوها ما كنبيعوهاش كنردوها، ما بقاوش الناس يخرجوا ما بقاوش يجوا عندنا بسبب كورونا. ودابا كلشي هنا كيضيع، اللي كيخرج شي حاجه كتبقى له كضيع. هادشي اللي اوكي. واخا نشوفوا لالا. السلام عليكم. قولي يا لالا شنو كتبيع انت؟ كنبيع الخبز وكنبيع القزبر والمعدنوس والشيبه والسلميه. السبب هاد كورونا ما بقينا نبيعو حتى حاجه، كلشي كيضيعنا كلشي كنسيبو. بقينا مفرطين ضايعين علينا مجدوده وحنا جالسين. الخبز كنردوها ما كنجبروش حتى فين نخبعوها، ما عندناش الضو مفرطين ضايعين مفرطين ما عندناش. شنو لا وشنو استفدتوا من قلتي لي الرامي في الاخر صور؟ الرامي صورناه ودفعناه وباقي ما جانا حتى حاجه، ما استفدنا منه حتى حاجه. الرامي كان باقي كنستناو. ما استفدتوا شي من الرامي؟ ما استفدنا شي من الرامي حتى شي حاجه. قلتي لها شنو شحال وليدات عندك الراجل وليدات؟ انا عندي واحد الولد الربيب ديالي، عندي واحد العويل كنربيه وعندي الراجل كبير والعم. إذا عدنا لكم من جديد متتبعينا وهنا استضفنا أحد مع هذه النساء الجبلية طبعا هنا في منطقة بن قريش في طريق الرابطة بين تطوان شفشاون. غادي ندردشوا معاه. السلام عليكم. وعليكم السلام. قول لي الأخ أنت من جبرناك صدفة كتقطع هنايا مع هذه النساء هضرنا؟ لا جبرتيني ساكن هنا في الدوار وكنجي نتقدم مع هاد الناس هنا مساكين حيت كانوا كيقولوا لهم تطوان فيها بطوال المنتوجات المحلية وكما كتشوف العادة هاد المنتوجات حنا ديالنا كاملة محلية هنا ديال المنطقة منطقة بن قريش. هاد الناس المساكين كانوا كيهبطوا هاد كما كتشوف هاد الخير تبارك الله من كل انواع ديالو كيهبطوا هادشي تيكون كيبيعوه. دابا مع الحصار اللي كاين مع هاد كورونا فهمتي، مع هاد كورونا ما كان الطريق مجدوده ما كيخليهمش يوليو باش يهبطوا هادشي كيهبطوا هنا كما كتشوف. دابا الخير موجود ما كيجبروش فين يبيعوه، والناس ضعاف الله يحسن العون فهمتي، الحاله ضعيفه وكيسيبوا هادشي كامل تبارك الله كيسيبوه. الطريق خاليه من السيارات كما كتشوف يعني الطريق خاويه ما كاين حتى حد. وكنطلبوا المسؤولين باش ينتبهوا لهاد الناس مساكن راه ضعفاء ورمضان على الابواب وكيقولوا بانها هما الناس كاملين كيقولوا بان ديك راميد بان الراميد تفعوا الراميد وما استفدوش من مساعده الراميد، ما استفدوش من الراميد ديالهم. وكنطلبوا من المسؤولين باش ينتبهوا لهاد الناس مساكن. اوكي شكرا لك. شكرا شوف تيفي على هاد بانك زعما كتشوف الناس يعني الضعفاء. مرحبا. اذا شكرا متتبعينا. كما سمعتم معنا لسان هذا الشاب غادي يستضفوا احد الرجال طبعا هنا في المنطقه القرويه يعني ديال بن قريش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. قول لي اخي شنو المشكل؟ فلاحه انا الفلاحه وجالسين دابا ما كاين بسبب كورونا والو لا شيء. الناس اللي كنا كنبيعوا ونشريوا معاه ما كاين حد. الناحيه ديال الراميد قالوا لنا استعملوا الراميد. عندي تسعود الاولاد. عندي تسعود الاولاد. عندك تسعود العيال. تسعود العيال تبارك الله. والحاله لا يرتلى ما كاينش. صردنا لهم وعاودنا ما ردوش علينا مره. ما استفدتوش. صردت اربع مرات ما جاوبوش عليا.
ايوا انت كتشوف الفلاحه اللي عندنا هناك خرجوها لهنايا كسيبوها ويمشي بحال هادشي كورونا هادشي كورونا اثر عليكم كورونا كيتسمى انت كتشوف الناحيه كانوا كيجيو شحال هادي كيجيو الناس من عندنا كيتقداو من عندنا وهادي دابا بسبب كورونا الناس ما كتخرجش باش ندخلوا المدينه حنا نبيعوا ونشريوا في المدينه منو علينا هادي شهر دابا حنا ما كاينش والله يطرد الحريمه كنصوروهاش شكرا. اذا كما سمعتم متابعين قناه شوف تيفي على لسان هذا النساء وهذا الرجال طبعا هذه المنطقه اللي بنقريش للاسف انه هذه الازمه الخانقه اللي خلقت هذه الكورونا وكما سمعتم هذه المنتوجات المحليه الطبيعيه كتبقى حتى كتلوح كما كتشوفوا معنا هنا متابعينا انتم كتشوفوا السلك هنا كيفاش هذه الربطه ديال السلك مع الشمس وكذا لان قبل كانوا كيجيو الناس كيتقضوا من عندهم ديك البركه وكانوا كيوصلوا حتى هما لمدينه تطوان الاسواق ديال مدينه تطوان وكيبيعوا هذه المنتوجات ولكن للاسف متابعينا نتمنوا ان طبعا السلطات المركزيه ان تاخذ هذا الشيء بعين الاعتبار خاصه ان الناس كما سمعتوا على لسانهم ما استفدوش من الدعم ديال الراميد او اللي ما عندوش حتى الراميد كذلك لان هذو ناس قرويات هنا حقاش يعيشوا الامرين متسابقا شوف تيفي حنا كنتواجدوا معكم في طريق الرابطه بين تطوان الشفشاون على مستوى دار بن قريش كاين مشكل كبير وعويص هنا ديال هاد النساء القرويات طبعا ساكن ولا الرجال ديالهم كذلك اللي كيبيعوا هاد المنتوجات كما كتشوفوا معنا في هاد المنطقة بالضبط ديال دار بن قريش متسابقا شفت فيك معكم احمد معتكف من تطوان دار بن قريش الى اللقاء في مباشر اخر.